طيب تشيلو بزم ايش بتعرف عنه؟ درسته يمكن هذا صح بالشغلات. انه شو؟ انه بصير بايلاترال، لانه اذا كان اول اشي ببلش بالماندبل وبس يصير يعني يتطور اكتر بيوصل المعكزيلا، بصير يعمل ديسفيجريشن بالفيس بالعظم يعني. ايوه ممتاز، اهم شيء انه باي لاترال. تمام، طبعا ممكن في حالات يكون يوني لاترال، بس دائما على الاغلب باي لاترال. تمام، طبعا هو ديزيز اوف بون، سمين كيف يعني، اللي هي البون في عندي مشكلة فيه. طيب طبعا بعد فترة شو بصير؟ يعني المريض اللي صارت معه هيك شو بنعمل له بعدها؟ زي بقصوا له من العظم ده عشان يرجع الشكل. ايوه طبعا بستنى لحد ما الجروث يوقف، على اساس انه بصير شويه اوسيفيكيشن جوا الليجن، وبعدها بنعمل عمليه بس شيفينج، يعني ما مش لازم نشيله كله، لا بس نعمل استيتيك سيرجري، كونتورينج بالمانديبل والمسجل. تمام، طيب هو بيشبه كثير ايش الجرانسيل جرانيلوم او جاينت سيل ليجن. تمام، مش هو أصلا نوع منهم؟ ايش عفوا؟ هو أصلا نوع من الجاينتس الليجنتس. ما هي الجاينت سيل ليجن، شو هي؟ في عندي ال الجاينتس الجرانيلوما ايوه وشيلوبيزم وأنيوريزم البون سيست، ايوه كمان هذول واحدة ديزيز اوف بون، الهايبر باراثايرويدزم اللي هي براون تيومر. براون تيومر، ايوه هذول اللي هن ديزيز اوف بون. صحيح صحيح، في عندي خلل في البون. نعم، بس قصدك انت هيستوباثولوجيكالي؟ انه ما بنقدر نميزهم غير ايوه ما ما بنقدر نقدرش نميزهم غير نميز، ما نقدرش نميز، صحيح. يعني الجاينت سيل ليجن هي نفسها اللي بتصير، هي لها اسم ثاني احيانا بيسموها البراون تيومر، صحيح، اللي شو اسمه الهايبر، بتصير في الهايبر باراثايرويدزم. صحيح، طيب هذول اللي هن مش عارفين احنا هو الاكتيف ولا تيومرز اصلا. تمام ان شاء الله. هسه كيف ببين على الراديولوجي؟ طبعا ايش عندي؟ ويل ديفايند كوركيتد، ببين ستراكشر كانه نفس الجانس الجرانولوما او بيشبه السيست اللي حكيناه من قبل. تمام، طلع كيف عندي ويل ديفاين. تمام، والكورتكس مبين حواليه، وعندي كمان ايش كانه سبتا فيها. تمام، مالتي لوكيلر ابييرنس، طبعا بيعمل لي ديسبيسمنت للتيث، بيعمل لي اكسبانشن طبعا. تمام، طيب وهنا كمان شايفين كيف بيشبه ايش هذا؟ شو بحط ديفرنشال ممكن دايجنوز؟ بشبه الأميلوبلاستوما شوي. أميلوبلاستوما، بس هو لأنه بايلاترال فبنستبعد الأميلوبلاستوما، بس شو ممكن يكون كمان؟ تنتجر تكون كبيرة؟ الدنتيجراس ممكن، ممكن بس نادر ما يصير على الجهتين. طيب ذاكرين السندروم اللي حكيناها قبل عن الاو كي سي، الجرادنر سيندروم. الجولدن اللي هي جولدن جولز، جولدن جولز اللي هي نيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم، صح؟ نيفويد بيزل سيل كارسينوما سيندروم، هل بيكون فيها مالتيبل اوكيسيس؟ ايوه مالتيبل او كي سيز. فهذاك المريض يعني ممكن يكون عنده اكثر من ليجن على الجهتين، فبنشك انه يكون عنده تشيروبس. تمام، طيب طبعا شايفين كيف الليجن هنا، طلعوا كيف اكريسيف بفوت وعامل لي ديسبيسمنت، طلعوا كيف التيث هنا وهيك، حتى ايش على نيزل روف كمان الاوربيتال فلور. طبعا المشكله هنا ايش؟
طول ما هو مشكلة إنه الوجه. بذكر أمراض الأرواي وبيعمل ايوه يعني هذا لما يكون على هنا يدخل يسكر لي الايروي، او حتى كيف كمان الفايبرس ديسبليزيا مثلا بتصير زي هيك، يعني بنعالجهاش الا اذا بعد ما اللي هو المريض يصير ادلت، وبنعالجها في حاله اللي هي ان اكتيفيشن. نفس الشيء تشربيزم هيد بنعالجه لما المريض اللي هو يصير ماتشور، الا اذا عنده ايش، عنده مشكله بيعمل لها فايتال ستراكشر، منها الاير ويز، منها مثلا الايش هنا الاوبتيك كانال، تمام، في منطقه الدان كمان، تمام. فاذا بيعمل لي افكت هيك دامج على هاي الشغلات لا بنتدخل، تمام. طبعا ندخل، وفي هاي المرحله بيكون في ريلابس طبعا، تمام، او اللي هي ريكرنس عفوا. طبعا هاي الليجنز هايلي فاسكولارايزد، كيف الجانس الليجنز نفس الاشي تنزف كثير، عشان هيك بيأجلوها كمان لما عاد ما المريض يصير له ماتشوريشن، والليجن طلعوا كيف بتعبى، بصير له اوسيفيكيشن، فبنصفي بس مرحلة اللي هي شيفينج هيك، بقص الاشي الزايد ونخلي البون زي ما هو، هذا الليجن بنخليه زي ما هو. طبعا في فانكشنال شغل الأسنان هذا بنشيله، تمام. بعمل لي إيش؟ بعمل لي displacement. المشكلة إذا عندي الـ airway بعمل لي displacement للتيت كمان. إيش؟ الـ differential diagnosis، الـ genital lesions، fibrous dysplasia، تمام، odontogenic carotid cyst. بس الـ fibrous dysplasia ممكن على البانوراما كلنا اللي هي تبعت الجراوند جلاس والاورنج بيل بتبينش زي هيك، شايفين كيف هاي كيف كانها سيستيك ليجن، صح؟ طيب اودونتوجينيك كيلات سيست اذا كانت مع البيز نيفويد بيزل سيل كارسينوما سنترال، تمام. طيب الانيوريزمال بون سيست، هسا هذا بصير في مرضى صغار فيميلز، بكون بالعادي الهانيوزم مصاحب لليجن ثاني، تمام، مصاحب لفايبرستيزيا، هيمانجيوما، جانسل ليجن، اوستيوساركوما، تمام، الماندبل اكثر من الماكزيلا. طلعوا كيف الشكل، لاحظين انه اجريسيف كثير، طلعوا كيف حجمه كبير، تمام. طيب ملاحظين السبتيشن كيف؟ هاي في عندي ستة، تمام، عندي ايش الاكسبانشن، طيب شوي بالله بس بشوف، طيب في عندي شايفين مناطق هاي، هذه السوفت تيشو ويندو، شايفين هاي السواد اللي هنا، هذه اللي هي منطقة لو اتينيويشن فلويد بتكون، تمام. البريفري بتكون هي هو اجريسيف، الهاي بيعطيني منظر ايش الهيدروليك، كأنه كيف شكل السيست، كنا شايفين كيف شكله؟ إيه كأنه كرة، أو كأنه بنفخ بشكل إيش زي السيست، تمام، بعطيني السيست لايك هيك. إذا كان حجمه سمول فيش عندي ستراكشر، تمام. إذا حجم كبير بعطيني المالتي لوكيلر ابيرنس، تمام. طيب طلعوا كيف عندي الستة، في عندي جوات الستة، تمام. طبعا هنا عامل لي اكسبانشن كبير، اذا بتلاحظوا هنا في اي منطقه، انا بريموس بالريمس، ايوه
طبعا هي زي ما سنوها بل هنا الليفت ان طبعا كيف هي النص زي ما هذا شايفين الليجن قديش طالع فعامل لي ديستراكشن كبير هنا. ممكن تعمل بيرفوريشن. عامل بيرفوريشن هنا. مش هي بتكون فيها بلد؟ ايوه هي هايلي فاسكولارايزد هايلي فاسكولارايزد بس قصدك انها بتنزف سبونتينيوسلي قصدك مش سبونتينيوسلي بس بتنزف لو في جرحنا في عملية مثلا جينا هيك ناخذ عينة منها هي بتنزف بتنزف دم بس هي كليجن لا مش سبونتينيوس الا اذا في مشكلة ثانية بس انه سبونتينيس لا مش ما بتنزفش بس هاي انه طلعت برا البون وصلت على السوفت تيشو يعني حتى الليجن امتد لجوا السوفت تيشو تمام. طيب الافكتس اون اجهزه السنابشات في اكسبانشن في البون في ثينينج في الكورتكس تمام في عندي ايش هنا بحكي لك اللي هي الليجن اجريسيف حتى مبين اكثر من الليجنز الثانيه بعمل لي ديسبيسمنت بعمل لي ريزولوشن للروت ديفرنشال دايجنوزيس سي جي سي تشيروبوزم اميلوبلاستوما تمام اخر نوع يمكن هذا اخر نوع ديزموبلاستيك فايبروما اوف بون اللي هي اجريسيف فايبروماتوزيس هاي بالمانديبل اكثر من ماكزيلا بالريموس ليمن ال ديفايند وفي عندك وكمان اللي هي اجريسيف بيكون كومونلي سين ان مالجنت تيومرز انترنال ستراكشر اذا كان سمول طبعا هنا بتشوفوا في كأني في اغلب التيومرز حتى السيست لما يكون صغير بيكون ببين يوني لوكيلر وببين راديلوسنت بعدها ببلش الجزء الجواني يا اما لما يكبر يعمل لي اللي هي يضم لي اللي هي مناطق البون او اما يصير ماتوريشن جوا الليجن فيتحول ل لون ثاني غير الراديوسنت مالتي لوكولا والفاريكول ستة كيف زي طلعوا كيف هنا شايفين كيف الستة في المنطقة هاي الصورة واضحة كثير تمام اليوم ثيك ستة صح؟ واصل هنا للكوندايل شايفين كيف طيب شو هذا أشوف. هذا اشتغلت عليه شوية شايفين ها آخر ساينس ايش عفوا؟ ساينس استريرلي ايوه بس قصدي هذا الاشي اللي هو هذا على السهم هذا اللي بالابيض طيب ممكن شايفين هاي يعني تفضل لا لا مش عارفة مش هو ايش لا بحكي مش عارفة طيب هاي الصورة طبعا هاي السي تي هي نفس البانوراما هنا شايفين الليجن هين في المنطقة هاي هيو هاي السايل ريموس
تمام، شايفين منطقة هاي وين بأشر أنا؟ هي الساينس. امباكت الثيرد مولر. أيوة امباكت الثيرد مولر، شايفين كيف مبين؟ تمام. بيعمل لي اكسبانشن وبيعمل لي برفوريشن. تمام، اذا عندي وصل للسوفت تيشو بلزم اعمل ام ار اي او حتى سي تي. تمام، سي تي سوفت تيشو ويندو. ديفرنشال دايجنوزيس ممكن فايبر ساركوما. تمام، الفايبر ساركوما طبعا ايش؟ مالجنانت ليجن، فهنا بخاف. النوع الثالث او الثالث او الرابع السنترال هيمانجيوما. طيب هيمانجيوما من اسمها شو معناها؟ وزي بنين تيومر في البلد فزل. ايوه في البلاد. تمام، طيب شو في عندي هنا؟ في شغلات هيمانجيوما، في عندي كمان اشي بيشبهها، شو هي؟ تمام، الهيماتوما. هيماتوما. ايوه، شو الفرق بينهن؟ الهيماتوما هو بس collection of blood، أما الهيماتوما بيكون benign tumor، بيعمل ايوه يعني بيعمل كتير blood vessels. ايوه تمام. الهيمانجيوما نفسه التيومر في البلاد فيزلز. تمام، الهيماتوما لا، بس انه البلاد جوا التشو بس، بدون تيومر او شيء. في كمان شيء اللي هو الانيوريزم، شو هو؟ هو الجين سليشنز حكينا عنهم. لا، هذيك نوع اللي هي انيوريزما البون سيل، بون سيست. انيوريزم هو ان البلد فصل يعني زي ينفخ يعمل بالون. ايوه، اللي هو بصير رابتشر في ايش؟ في الوول، وبنفخ هيك. تمام، فبصير البلد هيك بدخل هنا وبطلع. تمام، بتاعت الاورطه او هيك، ما علينا. فالمهم الهيمانجيوما هي تيومر بالبلد فيزلز. هسا اذا صارت جوا البون سميها سنترال هيمانجيوم. تمام، طيب هسا احيانا بيكون اذا في وجع بيكون ثروبينج تايب. شو يعني ثروبينج تايب؟ انه زي بضرب وجع خفيف. ايوه، ضربات زي كانه نبضات. تمام، ليش؟ لانه في عندي البلد هو بلد فيزلز بالنهايه، ف في عندي كيف، في عندي بالس ممكن احسه. تمام، فممكن احسه، اسمع صوته، اعمل اوسكلتيشن. تمام، طبعا في الايرلا الكبتي صعب هيك، جوا البون صعب، بس بصير هو في باقي الجسم ممكن اعمل اوسكلتيشن. طيب لو كان مثلا في الميوكوزا شو، كيف ببين معاي؟ شو نسميها هاي؟ باجي بشد على، زي منطقة بنفسجية. ايوه هو زي بيكون في عندي مثلا لو له امتداد على السوفت تيشو، بين عندي منطقه هيك زرقاء. تمام، اجي اشدها او احط عليها اللي هي جلاس تيست نسميها، شو بصير؟ او حتى في صباعي اضغط عليها، شو بصير؟ بسميها ايش؟ بلانشينج تيست، بصير لها بلانشينج. تمام، بتصفي لونها ابيض، كانه الدم اللي جوا الليجن لما كبست عليه اتفضى شويه، فبين لونه، بطل لون الازرق اللي بشوفه فيه. تمام، ان شاء الله بالمديسن بنورجيك اياها. تمام، طيب بصير عندي اذا بالمانديبل للبوستيريور بودي. تمام، او within inferior alveolar canal. تمام، لانه عندي هنا في blood vessels، بيكون well defined و corticated. تمام، احيانا بصير عندي ال defined و sunny appearance. هسه بنجي internal structure multi director، بعطيني appearance ال honeycomb زي ال شو اسمها هاي زي اميلوبلاستوما. الأمير بلاسان. تمام، اذا دخل بال inferior alveolar canal بعطيني منظر الكنال، بصير بشكلها السربجينس. كيف شكلها الكنال؟ بصير كأنها هيك مايلة زي الحية. تمام، إذا كان صغير بكون توتال راديلوسنت. هسه ممكن، إذا ممكن يحصل عندي إشي بنسميه فليبوليث. تمام، شو معنى فليبوليث؟ فليبو اللي هي الاسم تبع فيزلز. تمام،
طيب ليث، شو معنى ليث؟ هاي في عندي اشي بنسميه سيالو، سيالو ليث، شو بتتوقعوا هاي تكون؟ ممكن كاسفيكيشن بالشو اسمه ايوه ايوه ستون، ستون. أو كاسفيكيشن فيها. اه فالفليبوليث عندي ستون جوا حصوات، جوا الفالس جوا ايش؟ جوا البلود فيزل. السيالو هاي بندرسها بعدين، اللي هي بجوا السليفري جلاند. تمام، طلعوا السنة ابيرنس كيف؟ شايفين كيف هاي طالعة هيك؟ هاي بنشوفها كمان بالاوستيوساركوما بعدين، بالمانيجلاند تيومرز بيكون أكتر إشي. بالمالجمنت تيومرز. ايوه بالضبط، بالاوستيوساركوما. تمام، طيب هاي الليجن هين بيكون بيدفع لي بالبيروستيوم، فلما يدفع لي البيروستيوم، هسه بنجيها كمان شوي، بيدفع لي البيروستيوم بصير بتشكل شوية هذا البون هيك بهذا الشكل. تمام، طيب عندكم هنا في هاي المنطقة شايفين الترابيكولا كيف؟ الترابيكولا واضحة، وعندي المانو سبيسز اللي بينهن اللي هو اللي ضايع، هذا هو الموث ابن اثن ابيرنس. الموث ايتن ابيرنس. مش بالضبط هيك، لا الموث ايتن ابيرنس بنشوفه بعدين بالانيميا، او اللي هي البانش اوت ابيرنس، بيكون اكبر من هيك، بيكون العظم، العظم كيف هيك هيك، في عندي عدة مناطق كأنه ايش العظم لوس اوف، اللي هي فقد الراديوباسيتي بتاعته، بتشوفها ان شاء الله بعدين. طلع هاي، شايف هاي كيف؟ هذه السربنجينس، طلعوا كيف زي الحي. تمام، هاي الليجن، وكمان الكنل اللي في الكنل حصل هاي افكت. تمام، طيب هاي الفليبوليتس، طيب هذه كلها ستونز جوا الفيزلز. تمام، طيب طبعا بيعمل لي الافكت على السراوندينغ، بيعمل لي ريزوربشن، بيعمل لي ديسبيسمنت، بيعمل لي افكت على المنتال. ايش كمان ممكن يمنع لي الاربشن تبع التيث؟ تمام، وايش كمان ممكن احتاج اعمل؟ ايش انجيوغرافي، تمام، او ايش الام ار اي ديفرنشال دايجنوزيس، اوستيجينيك ساركوما او الاوستيو ساركوما، اللي اذا شفت الايش السنري، سنري ابيرنس. طيب هاي الحاله بس بورجيكم انه عندي هنا هاي الليجن، فالجهه الشمال عامل لي افكت مانع لي ايش الاوبشن تبع هذا والديفلوبمنت تاعه. تمام، مقارنة بالجهة الثانية. طيب هسه عندي نوع ثاني من برضو بلاد فيزلز تيومرز، اللي هي ارتيريو فينس مال فورميشن، او شو نسميها فاسكولار مال فورميشن، او فيستولا. تمام، طيب هسه عندي ايش في المناطق وين هاي بتصير؟ بالاحرى هاي بتصير انه ما هو شو الفرق بين هاي وبين الهيمنجيوما؟ الهيمنجيوما عندي انا تيومر. تمام، هاي الارتيريو فينس مال فورميشن او فيستولا، في عندي اتصال حصل بين ال، خليني اقول ال الارتري مع الفين. تمام، فصفى انه الدم ما بمرقش خلال الكابيلاريز، بس بمرق، بروح من الارتري للفين بشكل مباشر، فبعمل لي هذا النيوكلاس. تمام، يعني هي بالاحرى مش تيوبر. تمام، ومش نيوبلاس، بس هي كانه عندي ليجن، وهي اللي صاير. تمام، مش زي الهيمانجيوما، الهيمانجيوما ذاك تيوما. دكتور شو حكيت بعد ما انه الدم بطل يمر بالكابيلاريز؟ اه انت تخيلي هسه الدم بمر من الارتري، بتوزع على الكابيلاريز، بعدين بيرجع
بيسحبهم الكابيلز على الفين، صح؟ فتخيلي لو حصل مثلا تروما عندي وصار الدم يروح بين الارتري مباشرة على الفينز، تمام؟ هاي هي سوري. طبعا مش شرط بس بسبب تروما، تمام؟ طيب هسه كيف ببين معي؟ طبعا منطقة الري مسؤولة مولا الاريا، البريفرال بون ويل ديفايند كورتيكيتد مالتي لوكيولار ابيرنس. هسه نشوف كيف بعمل لي سيست لايك ليجنز، هذا لما يكون جوا البون ويكون حجمه صغير، تمام؟ كيف ما صار عندي اللي هي السيرفيجينس ابيرنس بالهيمانجيوما، نفس الشيء، تمام؟ او ايش ديفرنشال ديجنوستس تاعته بشكل عام، تمام؟ طلع كيف هنا شايفين السيرفيجينس ابيرنس، طلعوا كيف الكنال هين، تمام؟ طيب طلعوا كيف هاي شايفينها، هذا المنطقة عندي بتبين كأنه ايش في عندي، ايش في مناطق فاضية، صح؟ فيها هواء، هذا شو هو؟ بلاد لا مش بلاد، ممكن يكون هواء، هواء بالسوفت تيشو، كثير صراحة مش مكتوب عليها كثير هاي الحالة، بديش أفتي. شو هاي؟ هاي منطقة الساينس، هي طلع كيف؟ عاملة زي اوبليتريشن للساينس كامل، تمام؟ يعني الليجن جوا الساينس فاضي، هاي الصورة شوية. شايفين هاي الصورة بين؟ طيب هاي الصورة اللي هي اللاترال سكال، تمام؟ لاترال سكال، بس شايفين كيف هاي الشجرة هي طالعة؟ هاي انجيوغرافي. ايوه انجيوغراف، تمام؟ معطين احنا حاقنين الكونتراست ماتيريال وبعدين صورنا، طبعا احنا بنحقن المادة وبعدها اي صورة بينفع، اي اكس راي، فيعني عملت له سي تي، عملت له مثلا بالابيكال، اي شيء، انترا اورال اكسترا اورال اي شيء، تمام؟ بس ايش بما انه دخلت الكونتراست على التارجت تاعي اللي هو البلود فيزلز هنا، ف بتبين معي على هذا الفيو، ترى كيف جوا الساينس داخلي، تمام؟ هذا مو ارتري، internal carotid. انترنال، لا لا مش انترنال كارتد، اول شيء انترنال كارتد حجمه مش هالقد صغير، بعدين انترنال كارتد بضلوا داخل على الدماغ على طول، على اللي هي على الاسكال، بعطينيش اي برانش هنا، بعطيني بعدها الاوفثالميك بيطلع من جوا، بعطيني اوفثالميك هنا، بس مش هو هذا الماكسيلاري ارتري، تمام؟ ماكسيلاري ارتري اللي هو ايش؟ برانش من وين؟ اللي هو الترمينال البرانش تبع الاكسترنال من كارتيد، الاكسترنال كرتب صح؟ ايوه بس مش هو، لا ايوه نهايته عندي الماكسيلاري ارتري هنا، تمام؟ في عندي كمان بيطلع اللي هو السوبرفيشال تمبورال، تمام؟ بس مش عارف ليش طالع هنا، طالع هنا ايش هذا؟ هذا
شوي عفوا، انا كنت افكر هذا اللي هو الديب تمبرال، بس لا عفوا انا غلطان، هذا الاكسترنال كاروتيد مش الماكسيلر. تمام، اكسترنال كاروتيد، وهي هيك هنا هي الماكسيلري وهي السوبرفيشال تمبرال. تمام طيب، احنا خلصنا هسه الاودونتوجينيك، خلينا بس على اساس انه الاسبوع الجاي نبلش مباشره بالمالجنانت، فبدي نحكي ايش، نحكي شوي نعطي الانترودكشن تاعت المالجنانت، والاسبوع الجاي بنبلش فيها مباشره ان شاء الله. تمام طيب، هسه المالجنانت بدنا نعرف اول شيء بصيرها ديفلوبمنت في اي منطقه، مش مهم تمام، بالسوفت تيشو بالهارد تيشو بيصير ليه؟ بيصير عندي اللي هي ديفلوبمنت. تمام، هسه السبريد تبعها بنتقل اما عن طريق البلود فيزلز او الليمف نودز. تمام، وينها؟ عن طريق الليمف نودز غالبا، عن طريق الليمف نودز او البلود فيزلز او النيورال اللي هي النيرفز. تمام طيب هسا الانواع المالجنت تيجنز، اما كارسينومز اللي هي ابيثيليال اوريجين، او ساركومز ميزنكلامال اوريجين، او اما هيماتوبويتيك. تمام، زي مالتيبل مايلوما وهدول، او اما ايش ميتاستاتيك ليجنز، يعني بيكون اصلا عندي بروستات كانسر وحصل له ميتاستاتيك للاورال كافيتي، او لانج كانسر بوصل يعمل له ميتاستاتيك بالاورال كافيتي. تمام طيب، الفيتشرز تاعت الليجنز هذول بالباثولوجي درستون احسن منها صح؟ درستوا ايش؟ درسناها. ايوه اجريسيف رابيدلي ديفلوبينج ماس، عندي ulceration، هيموريج ممكن يصير. تمام، انديوريتد بتكون، وايش اكزوفايتيك بتكون طالعه على برا هيك، ورول الايدجز صح؟ كل هذا درستوه بالايش؟ بالباثولوجي. طيب انه بيعمل لي ايه؟ ليمفادينوباثي. تمام، تعرفوها؟ يعني انا ممكن بشوف الليجن والمريض بيقول لك هي في عندي نافخ هنا بالليمف نودز، فهي اشاره سيئه طبعا. اذا حصل دايجنوز، يعني اذا حصل ديفينيتيف دايجنوزز ببايوبسي، فاشاره سيئه، حيكون في عندي ميتاستاز على الليمف نودز. تمام، بدرسوه ان شاء الله جراحة كمان هذول. طيب هسا شو الاكس ريز اللي بنعملهن؟ هذول حطيت لكم اياهن هنا لانه بتخيل انه نجيب عليهن اسئله، شايفين كيف؟ بعرف شو، انا لسه ما حطيناش هذه الماده مش داخله معك، بس بجوز يجي اسئله زي هيك، كيف اجى قبل سؤال. تمام، ف الانترا اورال بعطيني احسن ريزوليوشن. تمام، بس مش دائما، طبعا مش دائما كافي. السي تي والام ار اي بعطونيش البيريدونتال سبيس وايدنينج. تمام، يعني انت الاورال بهاي الناحيه احسن من السي تي والام ار اي. تمام طيب، ايش كمان؟ البانوراما، البانوراما بتعطيني فيو منيح، بس تعطينيش بالضبط ايش، يعني بدي اشوف 3 دايمنشنز. ماشي طيب، السي اس تي، السي بي سي تي واللي هي السي تي هم اللي اكثر شيء اكثر شيء بفيدوا في حالات ايش؟ هذول الليجنز، حالات كمان المالجنت. اذا بدي اشوف اكستنشن للسوفت تيشو بعمل السي تي والام ار اي. تمام، بدي اشوف ايش السبريد في الليمف نودز بشوف الام ار اي. طبعا شوفوا هذا الحكي اللي بنحكي، بس فعليا فعليا الدكاتره، اغلب الدكاتره بيعملوا سي تي. تمام، يعني مش عارف ليش بيحاولوا يتجنبوا دائما الام ار اي، انها سيف، بس اعتماد اغلب شيء اعتمادهم على الام ار اي، على السي تي. يعني ممكن دكتور اللي بيشتغل حالي ممكن يتنازل عن الام ار اي، بس بيتنازلش عن السي تي.
تمام. طبعا البيت سكان، بيت سكان لانه بعطيني منطقه اللي هي النيوكليير اكتيفيتي. تمام. طيب هسه الفيتشرز اللي بشوفها، بدنا نعرف انه المالجننت هو ديستركتيف ان نيتشر، تمام، هاي مفهوم. فالبوردرز بتاعته الجسم، مثلا عندي انا عندي ليجن، الجسم مش راح يلحق يعمل لي ريسبونس، تمام، فعشان هيك بصفي عندي ديستركشن وما فيش كورتيكيشن حواليها، تمام. كيف بينما البيناين ليجنز في عندي كورتيكيشن، ليش؟ لانه سلو جروينج، فالجسم بيعمل لي ريسبونس. في المالجنت لا، ما فيش شيء هالحكي، فمباشرة أول ما الليجن يبلش بيعمل لي ديستركشن للبوردرز، فبكون البوردرز ال ديفايند. تمام، مفهومين؟ فول ريديفاين. تمام، هسه شو بيعمل لي افكت على سراوندينج ستراكشر؟ بيعمل لي ديستركشن للبوردرز، فعادي تشوفوا الليجن داخل على الساينس او طالع على السوفت تيشو. تمام، طيب هنا يعمل لي ديستركشن لايش؟ شو بنسميها هاي؟ للبيرودونتال ليجمنت سبيس. تمام، يعمل لي، شايفين ديستركشن ايش كذا ابيكالي، وكيف عمل لي ديستركشن بالسن نفسه، و عمل لي ديسبيسمنت له. تمام، طيب هسه ممكن ايش هذا الليجن شايفينه هسه ال، طيب هاي، ولنفرض انه هذا الليجن، شوي بغير لون، ولنفرض انه عندي ليجن هين، هاي هذا الليجن. تمام، هسه الليجن كلنا ديستركتيف، فاول ما حصل عمل لي تدمير في كل البون، فشو بدي صفي الابيرنس تاعه؟ راديلوسن راديولوسنت، فدائما ببينوا توتال راديولوسنت، ما عدا اذا في عندي شويه ديد بوني ايلاند زي هاي اللي جوا الليجن، بتعطيني اللي هو زي ميكست ابيرنس. فاغلب الليجنز بتكون ايش؟ راديولوسنت. تمام، طلعوا هاي الصوره، هسه الايفكت اون سراوندينج ستراكشرز، طلعوا هنا الايفكت. اول شيء اما هنا هاي الليجن، اما بيعمل لي بيرفوريشن او بيطلع على ايش، على منطقه، على ال، شو بنسميه، سراوندينج ستراكشر، او اما شايفين هذا الاونيون سكين، طيب هذا الاونيون سكين من ايش صار؟ السبري أصلي النيو بون فورميشن ايوه، ما هو ليش صار؟ أز ريسبونس يعني لا مش على ريسبونس على التيومر، ما لحقش، هذا ريسبونس على انفكشن. عندي حصل انفكشن بالتيومر نفسه، فصار عمل لي هاي الاونيون سكين. تمام، عشان هيك بتشوفي هاي المنطقة الراديو لوسنسي اخف من هذيك. تمام، طيب او اما في عندي ايش، هاي بنسميها كودمان ترانجلز، شايفينها هاي كيف طلع الليجن لبرا، تمام، وكأنه دفع شوية البيروستيوم هيك لبرا شوي. تمام، هاي نسميها اللي هي كودمان ترانجلز، كأنه هيك رفع البيريوستيوم رفع، فبين هيك كأنه زايد، لاحظينها شايفينها كيف زايدة. تمام، آخر نوع اللي هي كيف، شايفين كيف هاي السان راي، appearance. ايوه هاي لما الليجن رفع البيريوستيوم، دفع لي البيريوستيوم هيك كأنه بين هاي الخطوط. تمام، هاي زي الاوستيوما والهيمانجيوما كمان. تمام، هسه الافكت على كمان على التير،
طبعا شايفين كيف هذا التوث هيك مبين كأنه فلوتينج، كأنه عمل يعني في عندي فلوتينج للتيث، بس هل في ريزولفشن هنا؟ destruction مش resorption. ايوه فيش عندي ريزولفشن لانه اصلا تيومر حصل بسرعه، فما لحقش اصلا يعمل لي ريزولفشن للتيث، دمر لي المنطقه اللي حواليه. تمام، فعندي هنا اللي هي مش ريزولفشن بس طبعا ديسبليسمنت او حتى فلوتنج زي الحال. تمام، طلعوا كيف بيعمل لي ديستركشن كمان للكنال، يعني ما لحقش يعمل لها ايش ديسبليسمنت، بينما اذا كان سلو جروينج يكون بنفخ والكنال بزيحها معاه في طريقه. تمام واضحة، فهاي الفيتشرز ان شاء الله الشغلات اللي بدنا نشوفها ان شاء الله الاسبوع الجاي بنبلش بالمالجنات. في حد عنده سؤال؟